مسح شامل لواقع الشباب في المجتمع العربي قدمه مركز ركاز للأبحاث الاجتماعية التطبيقية المنبثق عن جمعية الجليل خلال مؤتمر عقد في مدينة الناصرة بمشاركة مجموعة من الباحثين والمختصين والسياسيين، تم من خلاله عرض ومناقشة معطيات البحث حول شريحة الشباب العربي الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما حتى 38 عاما. المميز في هذا البحث انه احنا اطلعنا على فئه الشباب اللي هي فئه جدا مهمه ومميزه، فاللي بنقدر نعمله والنتائج هاي بنقدر نستعملها بانه نقدر نقارن بين شريحه الشباب وبين الشريحه الكبيره بالمسوحات اللي كانت دوريه على يعني متكرره في سنوات سابقه، فبنقدر نشوف التقدم بالسنوات كيف المتغيرات بتتغير بين المجتمع الكبير ككل وبين الشباب، وبنقدر ناخذ الاستنتاجات عن مثلا التعليم والعمل عند الشباب ونقارنه مع التعليم والعمل عند المجتمع الكبير، المتغيرات الديموغرافية مثل الزواج، عدد الأولاد، الصحة تبعتهم، كل هاي الشغلات نقدر نقارنها مع المجتمع بشكل عام. تطرق البحث الذي أجري على قرابة 2000 أسرة عربية إلى عدة جوانب من حياة الشباب العرب، وأبرزها مجال العمل والتعليم والهوية والانتماء، بالإضافة إلى الحياة الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية واستخدامهم للوسائل التكنولوجية، كما تم تسليط الضوء على جودة حياتهم ومنسوب الصحة لديهم. التعليم عندهم يعني أمور أخرى متعددة، في كل مجال هناك المعطى البارز بهذا الخصوص، على سبيل المثال 17% حاصلين على لقب جامعي، هذا مبشر، هذا علامة للتقدم للتطور اللي احنا ماشيين فيه في السنوات الأخيرة في رفع نسبة التعليم وخاصة بين النساء، ونسبة النساء على فكرة فاتت بكثير عن نسبة الله. من جهة ثانية عندنا 10% تسرب في جيل الثانوي، وهذا بدل انه لازم ينشغل غاد على مستوى اكثر، قضية المشاركة في سوق العمل، قضية التطلعات المستقبل، الوضع الصحي، قضية يعني وجود نسبة معينة أو كبيرة من الشباب اللي بتناولوا بشكل دائم أدوية، هذا مؤشر خطر، هذا بيدل أنه لازم الخطط الصحية تبدأ في جيل بكير ونبدأ نشتغل مع هاي الفئة العمرية. معطيات في غاية الأهمية تمنح صورة وافية للسياسيين ورؤساء السلطات المحلية العربية وصناع القرار حول احتياجات الشباب في المجتمع العربي ومواطن القوة والضعف لديهم، مما يساهم في بناء السياسات والاستراتيجيات والخطط للاستثمار بهذه الشريحة وضمان مجتمع محصن ومتين يواجه كافة التحديات.